يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت كتابا في المكتبة باللغة الإنجليزية يحتوي على قصة يسأل فيها أبو حنيفة رحمه الله أين الله، فأجاب الإمام بحسب زعم مؤلف الكتاب أنه قال هل رأيت الحليب أليس فيه زبدة؟ فقال بلى. فقال السائل هل تعلم أين الزبدة؟ فالسائل يقول لا. السؤال يا فضيلة الشيخ، أليس هذا دعوة صريحة من الإمام إلى وحدة الوجود؟ هذا كلام باطل، نزه الله الإمام أبا حنيفة رحمه الله عن هذا القول. هذا حديث عن الإمام، الإمام اللي يعرفه اللي في شرح الطحاوي اللي في متن الطحاوي، أنه لما سئل من قال لا أدري ربنا في السماء أو في الأرض، قال هذا كافر، لأن الله يقول آمنتم من في السماء. فأبو حنيفة يرى أن اللي ما يدري أين الله، ما يدري أين الله، أنه كافر. هذا موجود في متن الطحاوي، وهي من تأليف الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله.